الخرشوف ده من الحاجات المفيدة جدا يا جماعة، صحية قوي، مليانة ألياف وفيتامينات ومعادن، مفيد جدا للناس اللي عندها حصاوي في الكلى، فيعني لدرجة انه ممكن يطرد الحصاوي بجد. فخلي بالكم الناس عندها حصاوي بالذات ما تاكلش منه قوي، ولكن الناس اللي هي بقى مش عايزة يتكون عندها اي حصاوي تاكل منه، والناس اللي عاملة 7 خطوات الدايت عامة حلو قوي لان سعراته قليلة جدا جدا وصحي قوي للجسم. فنصيحة طبعا ندخل الخرشوف سواء بقى في وصفات كده او شربات على قد ما تقدروا. يلا بينا اقول لكم على المقادير، ولكن قبل ما اقول لكم على المقادير احط بس الفراخ الاول على النار علشان نكسب شويه وقت. على النار عادي جدا، احط نقطه زيت كده واروح منزله فيها الفراخ، بس تكون الطاسه طبعا كالعاده واحنا عارفين الكلام ده خلاص وحفظنا تبقى سخنه. حلو قوي، هسيبها بقى كده ويلا بينا نقول المقادير. معانا لحشوة الخرشوف 1/4 كيلو فراخ مكعبات، معلقة كبيرة زبدة، بصلة مفرومة متشوحة، كوباية بسلة وجزر مسلوق، ملح وفلفل. خلاص معانا البشاميل 3 معالق كبار زبدة، 3 معالق كبار دقيق شوفان او اكتر، لتر لبن خالي الدسم، ملح وفلفل. ده الطريقة اللي هي الصحية بس الدسمة. للي مش عايز بقى دسامة وعايزها اقل دسامة طبعا يقلل، يبقى معانا معلقة واحدة بس زبدة و3-4 معالق دقيق شوفان، وهنشوح بس معلقه في معلقه بس ونزود الباقي على اللبن زي ما احنا عارفين. تمام، ومعانا شويه جبنه مبشوره على الوش، وتمام كده الموضوع سهل جدا. طيب يبقى اول حاجه الفراخ بشوحها، نبتدي نعمل مع بعض بقى البشاميل. للبشاميل انا بحط الزبده، معانا الزبده اهي. في فرق ما بين صحي وما بين دايت. صحي الزبده صحيه لو اكلنا منها بمقدار، والشوفان صحي لكن لو اكلنا منهم كتير هيزود الوزن، فاحنا ايه ما ناكلش كتير من الحاجه. خلاص بما انهم هنا بقى انا عايزه اطخنهم، فانا زودت الزبده حلو حبه حلوين عشان اطخنكم كلكم ورا الكاميرات هتخنكم. انا مزاجي جاي كده بقى، اشمعنى ان احنا نقعد نعمل رجيم ونخس بقى احنا يا ستات والرجاله ايه، فانا هتخنهم بقى شويه هتوصى بيهم اليومين الجايين. انتوا في البيت بقى قللوا الزبده. حلو قوي، نسيحها ننزل بقى في الزبده بدقيق الشوفان. دلوقتي بعظمه لسانها بتقول لي يلا يا لولو عشان الوقت، قلت لها والله صح. ماشي، هنحط بقى اخر حاجه عليه الجبنه على الوش علشان برضو الجبنه ليها كده انتوا عارفين يعني طعم الخاص والايه والحركات لما يخش الفرن كده تاخد لها كده الوش الجميل والقرمشه كده، مش قرمشه المطه، مع اللون الحلو ده اللي بيعجبنا. بس كده تمام قوي، بس هيخش الفرن على 190-200 لغاية ما ياخد اللون الحلو ده. اللي حابب بقى يحط برضو شوية شاري توميتو على الوش، او يحط مثلا مكعبات طماطم كده بسيط، برضو بتديها كده شكل احلى، كمان احلى واحلى زي ما احنا شايفين. وفي الاخر بقى يترش عليه اي خضرة كده عند التقديم. تمام، لان كل حاجة معانا تقريبا مستوية، فهي بس يدوبك ايه يعني ياخدوا طعم بعض كده في الفرن، وتمام جدا جدا بالهنا والشفا مع شويه سلطه جنبهم، كفايه قوي مش محتاجين اي حاجه تاني. بس يا رب تكون الوصفه عجبتكم.